إلهي بزنته لنكا مران منقدون انداوك أسجلين ليازو قمدو بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتتين يون فنوت بتكتل هلو لاي يا الله سلام يسفن بمكتل مسلم وندموجي أهتوجي عند أمة يتناقنو مكفافل يجمرن جزينو أهونم ليونتاتشنن أطببن ببهير باقوان قوام هنا بايديولوجي سان كفافل عند هنن مبتاتشنن الناس كبر يتين يونم مذهب تكتاي بتهون إسلامن يميت ألا بيتين يوم ملكو لانتم لليلوج إسلام وقنوج أي بجم أتكفافلو أتبتاتنو كنانتك أدمو ينبروت تكفافلو تبثات نوم دفو قالو نبياتشن عليه الصلاة والسلام إسلام أمنت تباكيو الله نو كتألاتم أمنت يميت هدقو الله سبحانه وتعالى نو إسلام أنات أفالن يالو هيالنم ليات أفو تالتالو انديوم لمسفافات سبب هونو أهونم الله سبحانه وتعالى نقروج انديه انديه نبن اياد الرقو لخير نو ويلي ابزان ويلي نقلات شونو ان شاء الله كمدفو نيتا خير ما سبننا بمانن يوم هنيتا تسفى على مقبط اسلام استمرونا ولله الحمد تنانتي بهير اك انك اين ينبرنم بنهون بهيرات جن كامنتات جن اي بلتبنم بلن كيلونتانا كالوبالتا راساتشن أرقا لمسجدو تشاتشن زب مكوم مچالا لبن ماننم منم بيلن بمنتاتشن يمان الدرادر مهوناتشن بقلت ما سهيت مچال اللبن بهيراتشن يمياس كبرو امنتاتشن انجي بهير امنتن اياس كبرم بايهون ببهيرنا بقوسا انديهم بنقرنا بقوانقوا مكفافل لكفا قداتنا تكات يمي دارق بيهون انجي يهدقمو إسلام يمي تأيفو درقيتنا زرقينا تتأمبنات عالتقربوات قالو نبياتشن عليه الصلاة والسلام تنانت بهيرن ستل نبر كتبالنم أو بيالو قنزاري دقمو أمنتين عالتنكو بيالو مالت اللبن يهي منورنا يهال منور يهيوت قداي بتشام سايهون ينفس قداينو نقى الله في تيمن التأيقبت ماناتشنم انهون ماناتشن بملكام سراتشن لاي يجيتاتشن شرنت تاكلوبت انجي جنتن يمن ورس بزراتشننا بكالماتشن اندالهون بميقبا مردات مچالي اسفل لغنال بمنقستم هون بقلة سووش مسلمو لاي ياناتات تراتن كوسام هون ماننين يوم تقات يملاو مسلمو مكفافلنا بقارا اند أمة على مقوم يفترو قدلنا يهن أقات عمي اند قدل بمتقم بمكاكلاتشن يالن على مقباباتنا مكفافلاتشنن بماقولاتنا بماقنن بلايتشن لاي يقننو اندي براكتو هوننال بزيهم ماننم يسلطان ركابن بتقونات تتقدر يتنسى يجلبترون مسجداتشن لاي اندي اصرف ادلون كفتو اللتال لزيهم منم ما يامتهم بميل عينت مسلموش بيه كللو سيقدلو سيفناكلو انديهم يأمنت بيتوش سيفرسونا يجيتاتشن كالي هونو كدوس قرآن تبوج عاجكو يتم سيطالنا سيقاتل دار هونو سيموكو نوروال يهولو ينيا عندنت من شراشر بفترو هونيتا كراساتشن ألفن امنتون عسنكن يامنت بيتون عسدفرن سالة زاريم بيولونتانا
የራሳችንን ኃላፊነት እንደመወጣት ራሳችንን ጻድቅ አድርገን የአላህ ቤት ፈርሶብን ለዚያውም ቅዱስ ቃሉ ላይ ፈራርሶበት እያየን እየሰማን ወንድምና እህቶቻችን ላይ አባቶቻችንና እናቶቻችን ላይ ጣታችንን እንቀስራለን። እናትና አባት እንኳን ለዲንህ ካልሆኑ አይሆኑህም። ዲንህን ካላከበሩልህ አያከብሩህም። ራስህ መንገድህን አስተካክለህ የጌታህ አገልጋይነትህን መቀጠል አለብህ እንጂ ዘላለም ዓለምህን እነሱን እንደ ወቀስክና እነሱ ላይ እያለቀስክና እየተነጫነጭክ አትኑርም። የአላህ አገልጋይ ማለት ደግሞ እናትና አባቱን የሚያዋርድ እህት ወንድሞቹን የሚያንጓጥጥና የባለጌ ስድብ ተሳድቦ ለባለጌ ተሳዳቢ አሳልፎ የሚሰጥ ሳይሆን ኢስላም በሚያዘውና አላህም በሚወደው መንገድ መነጋገር፣ መደማመጥና መከባበር መቻል ማለት ነው። የአላህ አገልጋይ ማለት አቅም ከቻለ የአላህ ቤት የሆነውን መስጂድን መገንባት፣ ካልቻለ መስጂድን መንከባከብና ከጥቃት መታደግ መቻል ማለት ነው። ቅዱስ ቁርአንን ማወቅና ባወቁትም መስራት። ይህንን የሚያግደህ ይህንን መብትህን የሚጋፋህንና ህጋዊ መብትህን የሚገፋህ ከመጣብህ ደግሞ ስለ ፍትህ በፍትሃዊ መንገድ ፍትህ በሀገሪቱ ላይ እኩል ለሁሉም እስኪሰፍን ድረስ መታገል ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ለመስጂዶቻችን ዘብ እንቆም ዘንድ ሁላችንም መረባረብ መቻል አለብን። እኛ ሙስሊሞች መስጂዶቻችን ህልውናችን ናቸው። ዲናችን ህይወታችን ነው። ከሀገር አስቀድመን ለዲናችን የምንዋደቅ ሃይማኖታችንን የምንወድ ሰዎች ነን። ማንም አካል ከጥላቻና ከንቀት በመነጨ የሚፈጽመው ማንኛውንም ድርጊት ለማንም አይበጅም። በተለይ ሙስሊሞችን የሚነካ መስጂዶቻችንን የሚያፈርስ የተከበረው ቁርአናችንን የሚያቃጥል የመውደቂያው ምልክት ቢሆን እንጂ ሌላ አይደለም። ሃይማኖታችን ሰላም ነው። ማንኛውንም አይነት ጉዳይ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንድንፈታም ያስተምረናል። ከልክ ሲያልፍ ግን ለሸሂድነትም እንድንጓጓም ያደርገናል። ለሰማዕትነትም እንድንነሳሳ ያበረታታናል። ኢስላም ሰላም ብቻ ሳይሆን ሕግም ነው። ሕግ ደግሞ መብት ያስከብራል እንጂ ማንንም መብት አያስለምንም። ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል። አላህ በቂያችን ነው። ምንኛም ያማረ መመኪያም ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።